مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في هذه التغطيه المستمره للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزه والذي يدخل يومه 71 بعد المئه. ساكون معكم خلال هذه التغطيه انا احمد بشتو. شهداء، قصف، دمار، جوع، فيش اكل. ذكرت مصادر إعلامية في إسرائيل أن تحذيرات نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس لتل أبيب من اجتياح رفح الفلسطينية تؤكد أن صبر الرئيس جو بايدن قد نفد. كانت هاريس قد حذرت من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح الفلسطينية ستكون خطأ فادحا، وأضافت هاريس أنه لا يوجد مكان يذهب إليه الفلسطينيون في حال تنفيذ تلك العمليات. ومن جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي أوف جالنت إنه سوف يركز في زيارته لواشنطن على مسألة الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل وقدرتها على الحصول على السلاح. وأوضح جالنت قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة أنه سيناقش ضرورة العمل على الأهمية المشتركة لتحقيق الأهداف في غزة. ويجري وزير الدفاع الإسرائيلي زيارة رسمية في العاصمة الأمريكية يلتقي خلالها كبار المسؤولين، حيث سيبحث في واشنطن عن سير المعارك واستعارة المحتجزين في غزة وإجراءات إدخال المساعدات للقطاع، بالإضافة إلى بحث خطة لاجتياح بري لمدينة رفح الفلسطينية. للنقاش ينضم إلينا من واشنطن الأستاذ ماك شرقاوي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ ماك، إذا وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن ومن ضمن أجندته بحث اجتياح رفح الفلسطينية، إذا كل الكلمات التي يمكن أن تقال في واشنطن على لسان كمالا هاريس مثلا أو حتى رئيس الأمريكي جو بايدن ربما لن تحقق بشكل كبير، وإسرائيل في طريقها لهذا الاجتياح. أهلا وسهلا بك يا أستاذ أحمد وبالفرق الكريم. ما في شك انها زياره مهمه يقوم بها يوف جالنت وزير الدفاع الاسرائيلي لمقابله السيد لويد اوستن وزير الدفاع الامريكي والسيد انتوني بلينكن وزير الخارجيه والسيد جاك سوليفان مستشار الامن القومي الامريكي ومسؤولين من البنتاغون وايضا الجهات الاستخباراتيه الامريكيه. أعتقد هو قال في كلمته اللي سبقت الزيارة إن هو هيتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية لسرعة إمداد إسرائيل بالأسلحة، خاصة طائرات 35 F-35 وطائرات F-15 والتأكد من التفوق النوعي لإسرائيل في المنطقة، خاصة أن هناك العديد من الدول الأوروبية جمدت مبيعات السلاح إلى إسرائيل بعد العملية العسكرية في غزة واستهداف المدنيين وقتل ما يقارب من 32,000 من المدنيين وإصابة 72,000 على الأقل، أغلبهم من الأطفال ومن النساء. فأعتقد الزيارة مهمة جدا في هذا التوقيت لإسرائيل وأيضا لوضع النقاط على الحروف، خاصة بموضوع اجتياح رفح، لأن بنيامين نتنياهو له مكاسب انتخابيه في الداخل الاسرائيلي يصر على عمليه الاجتياح وانه قال سوف نقوم بعمليه الاجتياح حتى بدون موافقه الولايات المتحده الامريكيه، والذي لا اعتقد ان هذا سوف يكون متاح. فزياره بيلي جانس في الاسبوع الماضي وزياره يوف جالانت هذا اليوم الى واشنطن، ونجد ان يعني بنيامين نتنياهو مستبعد من زياره الولايات المتحده الامريكيه، لم توجه له الدعوه الرسميه لزياره البيت الابيض بعد حتى اللقاء الذي تم مع الرئيس الامريكي في نيويورك كان على هامش الجمعيه العامه للامم المتحده وليست زياره دوله لوزير رئيس وزراء اسرائيل. واصر الرئيس بايدن على استقبال بيني جانت
في البيت الأبيض كزيارة رسمية ومسؤول عن إسرائيل، حتى أن بنيامين نتنياهو أبلغ السفير الإسرائيلي في واشنطن بعدم حضور أي من الاجتماعات الرسمية حتى لا يضفي طابع الرسمية على زيارة بني جانس، وهو يعني الذي يمثل المعارضة وموجود كوزير في حكومة الحرب وممثل المعارضة الذي أعتقد أنه يحظى بشعبية أكبر من نتنياهو في الوقت الحالي في إسرائيل. فالزيارة في منتهى الأهمية. لكن أستاذ ماك، يعني عدم دعوة نتنياهو كما تفضلت ربما تكون مسألة شكلية في النهاية، لأنه في النهاية الفعل الأمريكي مختلف عن القول الأمريكي. الفعل الأمريكي الآن سيدعم تل أبيب بسلاح نوعي كما يطالب به جالانت الآن، وربما لبحث مسألة سير عمليات مختلفة عسكرية في اجتياح رفح حسب المواءمات ما بين واشنطن وتل أبيب. لكن في النهاية هذا مسار سيسير إليه الجانبان الأمريكي والإسرائيلي بغض النظر عن بعض المماحكات الشخصية ربما السياسية هنا وهناك الشكلية كما يعتقد البعض. متفق معك يا أستاذ أحمد في هذا الأمر، أن ما تقوله واشنطن غير ما تفعله، ولكن الدوائر بالتأكيد تدعم إسرائيل كدولة، ولكن هناك رغبة من الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن إلى استبدال رئيس الوزراء الإسرائيلي. ده الكلام اتقال من 3 أشهر فاتوا، قال الكلام ده أن واشنطن بتبحث عن بديل لبنيامين نتنياهو، وبدأ الاتصال بلابيد يائير لابيد وأيضا ببيني جانس في هذا المعترك. فالدعم الإسرائيلي هو مفروغ منه، والحزبين الجمهوري والديمقراطي والمستقلين يدعموا إسرائيل، ولكن النهاردة أصبحت إسرائيل بوزارتها الحالية اليمينية على أقصى درجات التطرف، يعني عبء على الإدارة الأمريكية. وأعتقد أن هذا أصبح واضح من تغيرات السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل. وهي اليوم تستقبل جالانت وهو أحد المتطرفين في حكومة متطرفة أيضا، إذن هي لا تبتعد كثيرا عن التعامل مع هذه الحكومة بغض النظر عن شخص نتنياهو. هو بالتأكيد يريد تحقيق أهداف إسرائيل من العملية العسكرية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني سمعتها الدولية، وأصبحت النهاردة دولة منبوذة من المجتمع الدولي لحماية إسرائيل بهذا الشكل، ويعني توسع بنيامين نتنياهو في قتل المزيد من المدنيين. عندما يجتاح رفح في الأوضاع الحالية وبدون خطة موثوقة للولايات المتحدة الأمريكية بحماية المدنيين قبل الشروع في هذه العملية العسكرية، ده بالتأكيد هيسيء أكثر إلى الإدارة الأمريكية، وهو لا يملك رفاهية، بايدن لا يملك رفاهية أن يدخل الانتخابات القادمة وهو يديه ملطخة بالدماء بمزيد من المدنيين. فالأمور بالتأكيد تختلف لقرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأيضا للمجتمع الدولي النهاردة بينظر الولايات المتحدة الأمريكية أنها بتحمي إسرائيل في أحلك الظروف، ولا يعني أتفق هذا مع ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من الحريات وحقوق الإنسان وحماية المدنيين. نعم. هل لهذا أن نرى الآن جناحان في واشنطن، جناح للرئيس الأمريكي ونائبته كمالا هاريس يرفضون تماما ربما أو يرفض هذا الجناح اجتياح عسكري لرفح الفلسطينية، وجناح آخر مع وزير الخارجية بلينكن الذي يقول إن هناك اجتياح لكن لابد أن يكون تحت شروط معينة تحمي المدنيين، وهذا أمر جربناه كثيرا طوال أيام هذه الأزمة، لا حماية للمدنيين إذا حدث اجتياح لمدينة ما في غزة. هو أنا متفق معك يا أستاذ أحمد في هذا الأمر، ويمكن المعتدلين بعض الشيء أيضا لويد أوستن مع فريق كاميلا هاريس والرئيس، وأعتقد أن يعني المطلوب هو خطة لحماية المدنيين قبل العملية العسكرية التي توافق عليها واشنطن إذا ما كانت هناك خطة موثوقة لحماية المدنيين، أي ممكن أن يتم إعادة نقل المدنيين إلى النواصي وإلى الشاطئ على غزة على البحر المتوسط، وإقامة يعني مدن من مخيمات لاستيعاب عدد من المدنيين حتى يقوم بعملية عسكرية للقضاء على 4 كتائب المتبقية من حماس في هذه المنطقة. بل بعض الخبراء العسكريين في أمريكا قالوا إن حتى لو عمل اجتياح لرفح لن ينهي العملية العسكرية ولن يقضي على حماس، لأن واضح من الأمور بعد 166 يوم من العمليات العسكرية
ولم يتم القضاء على مقدرات العسكرية والمادية ومقاتلي حماس إلى يومنا هذا، ويتم تكبيد العدو الإسرائيلي الكثير من الخسائر. حتى مع العملية لن يتم إنهاء العملية العسكرية كما يريد بنيامين نتنياهو، الذي يريد أن يهرب إلى الأمام في الداخل الإسرائيلي يا صديقي. يعني هو يريد أن يحصل على يعني مدة أكبر لإطالة أمد الحرب حتى لا يتم الإطاحة به في إسرائيل، وهو يعرف عندما يترك منصب رئيس الوزراء مآله إلى السجن. أعتقد أن هي مصالح شخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ولكن على الجانب الآخر بيستفيد يائير لبيد وبيستفيد بيني جانت أنهم يعني يكسبوا العملية الانتخابية، وهناك رغبة إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة للكنيسة الإسرائيلية، والتي بالتأكيد لو تمت في هذا التوقيت سيتم الإطاحة به. وأيضا هناك تهديد من أحد من الوزيرين سموتريتش وبن غفير الانسحاب من الحكومة وسقوط الحكومة بسحب الثقة، لأنه لم يتم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى الذي يضع العراقيل بنيامين نتنياهو أمام إثمامه. طيب، يعني الآن هناك اتهامات إسرائيلية هناك اتهامات أمريكية عفوا لإسرائيل بأنها لا تملك خطة استراتيجية في دخولها البري إلى رفح الفلسطينية أو حتى إلى اليوم التالي ما بعد الحرب، هكذا تتهم واشنطن تل أبيب. وأيضا كمال هاريس في لقاء تلفزيوني لم يكن لديها خطة إذا ما قامت إسرائيل بالفعل باجتياح بري لمدينة رفح الفلسطينية، قالت إن لكل حادث حديث، ربما نفكر في الأمر إذا حدث بالفعل. فإذا حتى الولايات المتحدة لا تملك رؤية إذا ما قامت إسرائيل بهذا الفعل. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك السيطرة على بنيامين نتنياهو كما كان يحدث من قبل. أعتقد أن على نتنياهو فقط أم على فريقه كله؟ بالضبط يا فندم، وبيحاولوا النهاردة يوجدوا البدائل، وبالحديث مع بيني جانس والحديث مع يائير لبيد لوجود بدائل. بنيامين نتنياهو اتهم أمريكا قبل العملية العسكرية 7 الذي بدأت 7 أكتوبر العام الماضي، اتهم إسرائيل، اتهم بنيامين نتنياهو الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية بأنها تدعم المظاهرات ضده في إسرائيل التي كانت على مدار 37 أسبوع قبل وقائع 7 أكتوبر الماضي. فأعتقد أن العلاقات ليست جيدة، وأن لا يمكن أن نقول أن أمريكا هي من تملك القرار وهي من تحكم إسرائيل، هذا غير حقيقي، العكس صحيح. الصهيونية العالمية ويعني جماعات الضغط الصهيونية الموجودة في أمريكا زي جماعة الإيباك على سبيل المثال، ده غير 300 آخرين من مجموعات الضغط، هم اللي بيضغطوا على السياسة الأمريكية وبيحركوا الكثير من الأمور داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فالعكس صحيح، ولكن أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يكون هناك تغير. وشفنا في مجلس النواب في مجلس الشيوخ الأمريكي عندما تم التصويت على المنحة 14 مليار دولار في 33 عضو من مجلس الشيوخ رفضوا، ودي كانت من القلاقل المرات القليلة التي يكون فيها قرار بشأن إسرائيل لا يتم الموافقة عليه بالإجماع تقريبا. أعتقد أن هناك تغيرات، وأيضا هناك يعني أمندمنت تم من الكونجرس الأمريكي، مذكرة ممكن أن تلزم إسرائيل بأن تستخدم الأسلحة وفقا للاتفاقات المتعارف عليها لبيع الأسلحة كما يتم مع باقي الدول، وده بالتأكيد يعني نوع من يعني التشدد من الإدارة الأمريكية ضد إسرائيل التي كانت مفتوح لها على البدء على مصراعيه لاستخدام الأسلحة كما تشاء. ولكن هناك تغيرات وهناك ضغوط من الداخل الأمريكي ومن الشارع الأمريكي والرأي العام الأمريكي ضد استخدام الأسلحة الأمريكية للفتك بالأطفال والنساء والمدنيين. هل يمكن أستاذ ماك أن تزيد هذه الضغوط حين يرى الداخل الأمريكي دولا ككندا أوقفت بالفعل بيع السلاح بقرار من البرلمان الكندي في هذا الشأن، وتنفذه الآن الحكومة الكندية، إشارات بريطانية ربما بإيقاف شحنات السلاح إلى واشنطن إلى تل أبيب، هناك عدة دول أخرى ربما أوقفت الأمر مبكرا كإسبانيا مثلا، فهل هذا يزيد الضغط على الداخل الأمريكي من أن دولا بالفعل قامت بهذا الأمر وانتبهت مبكرا إلى فداحة الأمور في غزة؟ أعتقد أن احنا لن نفرط في التفاؤل بهذا الأمر،
لأن العلاقة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ليست اشتراكة وليست التحالف في المنطقة. هناك الكثير من السياسيين الأمريكان صرحوا على مدار العام الماضي أن لولا إسرائيل في المنطقة لكانت تكبدت الولايات المتحدة الأمريكية عشرات التريليونات من الدولارات وعشرات الألاف من القتلى من الجنود الأمريكان. وقالوا أن إسرائيل حاربت حروبا بالوكالة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. فلن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون هناك يعني تقليل من ميزان القوة في المنطقة، وسوف تحرص على أن تكون إسرائيل لها تفوق نوعي في المنطقة، فتمثل مصالح بالتأكيد. هي دولة وظيفية وتحقق مصالح مثلث الشر، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. ولا ننسى أبدا أن من زرعها في هذه المنطقة منذ بدايات القرن 19 1905 1907 مؤتمر كامبل الذي بدأ فيه في وضع النبتة الخبيثة السيئة الشيطانية الموجودة في المنطقة وهي إسرائيل. هم الذي وضعوه في هذا المكان وهي تحمي مصالح بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. فلن يكون هناك تفاؤل بأن يعني يتم الضغط على إسرائيل بأكثر مما نتوقع، ولكن أمام الضغوط الداخل الأمريكي وضغوط المجتمع الدولي يمكن أن يكون هناك محاولة للسيطرة على عدم قتل المزيد من المدنيين بعد ما وصلنا 32 ألف. مش عارف هنوصل فيه في النهاية. هل تعتقد أن يوف جالانت سيحصل على ما سيطلبه من سلاح نوعي من واشنطن؟ أعتقد أن سوف يتم الاتفاق أولا على تعهدات مكتوبة من حكومة الحرب، ليس فقط بنيامين نتنياهو، أنه سوف يكون هناك خطة موثوقة لاقتحام رفح وكيفية استخدام الأسلحة الأمريكية في هذه العملية. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من واشنطن الأستاذ ماك شرقاوي الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك. في هذا السياق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عضو مجلس الحرب بيني جانتس هدد بترك منصبه إذا تم إقرار قانون التجنيد الجديد. دعا جانتس أعضاء حزب الليكود الحاكم إلى عدم التصويت لصالح هذا القانون الذي طرحه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ومن جديد يثير قانون التجنيد الإجباري حالة من الجدل والانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث أصبح من أكبر الأزمات التي قد تؤثر على مستقبل حكومة نتنياهو السياسي. أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن قانون التجنيد الذي سيطرح الأسبوع الحالي يعكس كذب الحكومة الحالية التي تقوم بإعفاء عشرات الآلاف من التجنيد في ظل نقص الجنود الذي يعانيه الجيش، ما يمثل وصمة عار على أعضائها وكل من يشارك فيها. وصمة عار على جبين الحكومة، هكذا وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد محاولة بنيامين نتنياهو لمواصلة إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي يعاني خلال الفترة الحالية نقصاً في الجنود بالتزامن مع الحرب الدائرة في قطاع غزة. لبيد وجه انتقادات شديدة لقانون التجنيد الذي سيتم طرحه الأسبوع الجاري، وتصفه وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه قانون العبء الثقيل، مؤكدة أن حكومة نتنياهو تواجه واحدة من أكبر الأزمات التي قد تؤثر على مستقبلها السياسي، باعتبار أنه سيؤدي إلى إحداث انقسامات كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي. المحكمة العليا منحت حكومة نتنياهو مهلة حتى 31 من مارس الجاري من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم لإلزام اليهود المتشددين بالخدمة العسكرية والذين كانوا يتمتعون بالإعفاء من الخدمة مقابل التفرغ لدراسة التوراة. وفي حال لم يتم التوصل إلى حل توافقي، ستكون حكومة نتنياهو ملزمة بتقديم قانون يتضمن تمديد الخدمة العسكرية النظامية وزيادة أيام الاحتياط لسد العجز الذي يعانيه جيش الاحتلال. ومع تصاعد حدة الخطاب والسجال بشأن قانون التجنيد الإجباري الذي أثار صداماً مع الأحزاب الدينية وخلافاً داخل الحكومة وانقساماً في الرأي العام،
يجد نتنياهو نفسه أمام خطر حقيقي يهدد بتفكيك الائتلاف الحكومي، خاصة أن أحزاب الحريديم تعد محورا أساسيا في ائتلاف الحكومات الإسرائيلية على مدار أكثر من 3 عقود. إلى هذا خرج متظاهرون في شوارع تل أبيب احتجاجا على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضرمت النيران في عدد من الحواجز الأمنية، واشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين خلال محاولتهم إخماد النيران، كما أظهر مقطع فيديو احتجاز متظاهر واحد على الأقل جراء الاشتباكات. ومن جانبه حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن أي نقل قسري للسكان من رفح الفلسطينية سيشكل جريمة حرب. وجدل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو معارضته لأي هجوم إسرائيلي على رفح الفلسطينية، وطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة. من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه عازم على اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية إنه لا يمكن هزيمة من ما وصفه بالشر المطلق من خلال ترك رفح الفلسطينية، متوعدا القيادي في حركة حماس يحيى السنوار بالقتل. هذا ويصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة قدمه الأعضاء غير الدائمين في المجلس. كان المبعوث الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قال إن مشروع القرار يدعو في جوهره إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ما يلقى تأييدا لدى الفلسطينيين لإنقاذ أرواح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أضاف منصور أن مشروع القرار يحظى بدعم المجموعة العربية في المجلس. ينضم إلينا إذن من رام الله الأستاذ أحمد زكرنا الكاتب والباحث السياسي. أستاذ زكرنا، نبدأ بقانون التجنيد في إسرائيل الآن. هذا القانون ربما صار منتهي المفعول في نهاية العام الماضي ويحتاج إلى تجديد، هل تعتقد أنه سيكون قشة ربما تقسم ظهر الحكومة الإسرائيلية، أم أنها سوف تتجاوزه بفعل موائمات يدعو إليها البعض الآن؟ صباح الخير عليك أستاذ أحمد وعلى مشاهدينك الأعزاء. نعم، الجبهة الداخلية فيها تضارب واختلافات كبيرة. حاول نتنياهو طيلة الأيام القليلة الماضية أن يبرم صفقة ما بينه وبين بن جنس ويائير لابيد بأن يقبلوا بتمرير يعني أو التغاضي عن قانون التجنيد في مقابل قبول نتنياهو بإبرام صفقة لتبادل الأسرى، وكانت هي محاولة للخداع من نتنياهو على ما أعتقد أن بني جنس على وجه التحديد رفض هذه الصفقة ولم تعقد هذه الصفقة، وبالتالي لربما ورقة التجنيد ستزيد من الشرخ الداخلي على الجبهة الإسرائيلية، ولكنها لربما لن تكون الورقة الحاسمة حتى اللحظة. نتنياهو معروف عنه بأنه خادع في وماكر في العمل السياسي وقادر على إدارة التناقضات، وخاصة أنه قادر على الحفاظ على مقاعده داخل الكنيسة الإسرائيلي إلى هذه اللحظة، إلا إذا تغيرت بعض المعطيات والمؤشرات على أرض الواقع وخرج يعني أضعاف من يخرجون اليوم على نتنياهو كي يترك يعني سدة الحكم، وهذه بحاجة لجماهير واسعة وبحاجة لربما لمواجهات قد تكون داخلية وهي يعني محتملة، خاصة وأن فريق نتنياهو بما يعني يشمل سموتريش وبن غفير يدفعون الجبهة الداخلية
إلى المزيد من التطرف وإلى المزيد من التسلح الذي لربما يستخدم في نهاية المطاف داخليا. وهذه إحدى المخاوف التي يعني حذرت منها بعض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ويعني تشير وتضيء عليها الإدارة الأمريكية في خلافها المعلن ويعني الواضح مع إدارة نتنياهو وعلى مصلحة إسرائيل، يعني بمعنى أن الإدارة الأمريكية تختلف مع إسرائيل الحالية من أجل إسرائيل، تحاول أن تنقذ إسرائيل من نفسها وتحاول أن تنقذ إسرائيل. وهذا شأن آخر أستاذ ذكرنا، لكن في الداخل الإسرائيلي هناك الآن تضاد كبير في المواقف. بني جانتس الآن يهدد بالانسحاب، وربما هذا أمر يعيد تشكيل مجلس الحرب الإسرائيلي من جديد بإدخال ربما عناصر أكثر تطرفا كسموتريتش وبن غفير وغيرهما. وفي المقابل قادة الحريديم المتطرفون الإسرائيليون أو الأصوليون اليهود ربما يهددون بالانسحاب من كل إسرائيل إذا فرض عليهم التجنيد الإجباري. في بين الشتتين ربما بين الموقفين الكبيرين هناك بالفعل أزمة كبيرة ده في الداخل الإسرائيلي. هذا صحيح وصحيح جدا، ولكن المعطيات على أرض الواقع تقول أن نتنياهو ما زال يحتفظ بالقوة الصلبة في الداخل الإسرائيلي، وما زال يحتفظ بأعضاء الكنيسة، وإن خرج بني جانتس لربما يدخل ساغر وهو الذي يعني كان في حزب اليهود سابقا وتحالف مع بني جانتس ومن ثم ترك بني جانتس في نهاية المطاف. هذه المؤشرات تقول بأن هناك تناقضات كبيرة وشروخ كبيرة على الجبهة الإسرائيلية، فضلا عن المشكلة الاقتصادية، فضلا عن مشكلات الهجرة العكسية. آخر يعني المؤشرات والمعطيات والأخبار الواردة من الجبهة الداخلية تقول أن كبرى الشركات الإسرائيلية قد أغلقت أبوابها، والبعض منهم يبحث عن الهجرة خارج البلاد، وقد تزايدت أعداد الهجرة الداخلية إلى درجة أن الإحصاء اليوم بات يعني يرصد المغادرين أكثر من رصده للقادمين إلى دولة الاحتلال. لربما هذه الأخبار لا تظهر في العلن ولا تظهر في وسائل الإعلام تحديدا العربية، ولكنها تناقش في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية. ولكن في نهاية المطاف نحن نتحدث عن التأثير الفعلي، هل ستؤدي هذه الخلافات إلى تغيير الحكومة أم لم تغير؟ نحن نعلم أن سنة كاملة كانت فيها مظاهرات ضد نتنياهو ولم يتغير نتنياهو، كان الخروج كل سبت بعشرات الآلاف ولم يتغير نتنياهو، وهذا يقول بأن نتنياهو بالقوة الصلبة التي يحافظ عليها سواء يعني في الجماهير على جبهة الجماهير المنتمين إليه أو على جبهة أعضاء الكنيسة وتشكيلة الحكومة، خاصة وأن أعضاء كما سموتريش وبني غفير هم يهددون كثيرا بالانسحاب من الحكومة إذا فعل نتنياهو كذا أو أقدم على هيك أو كذا أو كذا، ولكن كل هذه مجرد تهديدات لا معنى لها، لأنهم يعلمون تماما والمجتمع الإسرائيلي برمته يعلم إن خرج هؤلاء من الحكومة لن يعودوا إليها في أي حكومة سابقة، وربما لن يعودوا إلى عضوية الكنيسة، وهذا معلوم، وهذا يستغله ويوظفه نتنياهو لصالح مشاريعه التي تتقاطع مع هؤلاء إلى هذه اللحظة. هذا يغطيه الدعم الأمريكي والبريطاني، وإن ظهر في العلن خلافات أمريكية إسرائيلية هي خلافات على التفاصيل ولكن ليست خلافات على الأهداف. أمريكا هي من تحارب الشعب الفلسطيني، إدارة بايدن بضعفها يساهم أو يدعم من مشاريع نتنياهو على أرض الواقع، حتى يعني تهديد نتنياهو بورقة رفح هو لم يقدم عليها لأنها لربما تكون الورقة الأخيرة والورقة الأكثر فاعلية في تهديداته للضغط على قوى المقاومة والمساومة إن عقدت صفقة هنا أو هناك دون الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار ومستدام، وهي النقطة التي يختلف فيها مع ربما بعض الحلفاء
وهي النقطة التي يستند إليها أيضا ليساوم حول أعداد الأسرى. نعم. وما هي هؤلاء الأسرى؟ يعني الآن يؤف جالانت في زيارته إلى واشنطن أستاذ ذكرنا، هل يبحث عن استمرار الغطاء السياسي الأمريكي لإسرائيل الذي ربما كشف كثيرا أو بشكل أو بآخر مع اختلافات بايدن مع نتنياهو؟ بكل تأكيد هو يبحث عن هذا الدعم اللوجستي والسياسي والعسكري. وزير الدفاع لكن في جزء من أجندة الأهداف يبحث عن استمرار هذا الدعم أو الغطاء السياسي على الأقل بغض النظر عن باقي تفاصيل طبعاً. الزيارة طبعا 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 وعلى الجانب العسكري حصل فعلا الجانب الإسرائيلي على ما طلب من أسلحة على الرغم من التسريبات التي خرجت على لسان وزير الدفاع بالقول بأنه بحاجة إلى موافقة الكونغرس الأمريكي، وعلى الرغم من الموقف الصلب اللي ربما يكون الموقف الواضح أو الأكثر وضوحا من زعيم الأغلبية في الكونغرس تشيك شومر، والذي قال أن نتنياهو يعمل ضد الدولة الإسرائيلية ويعمل ضد مصالح إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة، لربما يكون هذا الموقف الأكثر وضوحا أكثر من موقف بايدن وإدارة بايدن بحد ذاتها. وبالتالي هذه الخلافات موجودة لا أحد ينكرها، ولكنها ليست خلافات عميقة لم تؤدي حتى اللحظة إلى سياسات تستطيع من خلالها الإدارة الأمريكية أن ترفع يدها عن هذا المحتل، أن تسحب الدعم العسكري والسياسي عن هذا المحتل. وعلى الرغم من كل هذه الدماء التي باتت تحرك الشارع الأوروبي بشكل كبير وباتت أيضا تؤثر على الشارع الأمريكي بطريقة تؤثر في مجرى ومجريات الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن في النهاية أفغانت الآن في واشنطن للبحث عن ربما تفوق عسكري، هناك تفوق عسكري نوعي يبحث عنه الآن يؤف جالانت في واشنطن. التفوق العسكري النوعي الذي سيطلبه يؤف جالانت ربما مزيد من طائرات الاف 35، لمن تتوجه هذه الأسلحة الآن أستاذ ذكرنا؟ يعني التفوق العسكري النوعي لإسرائيل الآن هل لداخل الغزاوي؟ هل لقصف مزيد من الأهداف في غزة؟ هل هذا ما يقصده أم ربما هناك أهداف أخرى تبحث عنها إسرائيل في أجندة أهدافها أو في بنك أهدافها في المنطقة في الفترة المقبلة؟ غزة لن تكون هي الهدف الوحيد في الاستهداف الإسرائيلي، ربما يكون الهدف الأول الآن ولكنها ليست الهدف الأخير، بل على العكس تماما. إسرائيل تخشى بأن القوة الضاربة والعسكرية لحزب الله على سبيل المثال هي أضعاف قوة حماس، وبالتالي حينما يتعامل مع الجبهة الشمالية سيتعامل بشكل آخر، وهو بحاجة لغطاء عسكري أوسع وأكبر كي يعني يستطيع أن يجابه كل الاحتمالات التي تخرج بها بعض التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن القوة العسكرية التي وصل إليها حزب الله، وهي المحاولة التي يريد من خلالها نتنياهو أن يبقى على إشعال المنطقة ويبقي على يعني إطلاق النار، وإن توقف في منطقة جغرافية بعينها يستطيع من خلالها أن يشعلها في منطقة أخرى، وهو ما يحاول أن يعمل به من خلال جناحي سموتريش وبني غفير في الضفة الغربية على سبيل المثال. ولكن القوة العسكرية التي هو يستهدفها اليوم هي على ما أظن وأعتقد هي موجهة وستكون موجهة لحزب الله إن ذهب إلى مجابهة. كل المؤشرات تقول أنها محتملة وفي القريب العاجل لربما بعد رمضان أو بعد العيد. الإشكال اليوم أن الشارع والرأي العام الأوروبي بات أكثر وضوحا في موقفه ضد السياسة الإسرائيلية وضد السياسة الأمريكية في دعمها لهذا المحتل وضد الحكومات الأوروبية التي ما زالت تتأرجح في المواقف ولم تأخذ مواقف واضحة كما إدارة الإدارة الفرنسية أو الحكومة الفرنسية على الرغم من خروج الشارع الفرنسي ضد السياسات الفرنسية. وربما أيضا الحكومة الألمانية أستاذ ذكرنا يعني لديها نفس التأرجح، وزيارة مرتقبة الآن هي السابعة لأنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية إلى المنطقة، ستزور تل أبيب وربما ستزور الأراضي الفلسطينية في خلال هذه الزيارة السابعة
لكن الملاحظ في بيانها قبيل هذه الزيارة قولها أن حجم المساعدات إلى غزة شحيح جدا، لابد من فتح كل المعابر، لابد أن تسمح إسرائيل بإدخال مزيد من المساعدات عبر المعابر البرية، رغم ما قالته أيضا أو أكدته أن ما حدث يوم 7 أكتوبر وترويع الإسرائيليين من قبل حماس لا يجب أن يتكرر مرة أخرى. وفي المقابل أيضا قالت أن اجتياح رفح الفلسطينية سيكون خطأ. هي متأرجحة بيربوك، رغم أنها كانت أكثر تشددا في بداية الأزمة، في بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، نرى الآن تأرجح في المواقف. تعتقد هناك أمران يجب أن ننتبه إليهما؟ الرباعي الأمريكي والبريطاني والفرنسي والألماني هم على تحالف واضح مع قوة الاحتلال الاستعمارية في المنطقة وهي إسرائيل. لربما تظهر بعض التصريحات التي لا تتطابق مع الأفعال والممارسات السياسية على أرض الواقع، هذه واحدة لا يجب أن نسقطها من الحسابات. الثانية، هناك محاولة واضحة من قبل السياسة الأمريكية وحتى الألمانية والفرنسية وبعض هؤلاء يعني محاولة تغيير مسار الواجهة من كون القضية قضية سياسية إلى وصفها أو الوصول بها بوصفها قضية إنسانية، وهذه تعد خطر على الشعب الفلسطيني، لأن الصراع بالأساس ليس صراعا إنسانيا قدر ما هو صراعا سياسيا. إن كان التوجيه أو محاولة حرف الأنظار إلى 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 موضوعة المساعدات، وإحنا نحن بحاجة للمساعدات والشعب الفلسطيني بحاجة للمساعدات، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أو الاحتمال أن يكون الصراع في أساسه هو صراع إنساني، لأن الصراع بالأساس هو صراع سياسي. هذه المحاولة تحاول من خلال هذه الإدارات أن ترضي الرأي العام الداخلي أو تخدعه من خلال أننا نقف مع الفلسطينيين الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، الذين هم بحاجة إلى علاج ومشافي وإلى آخره، ولكن قلما يتحدثون عن الحل السياسي. وفي الحل السياسي يحاول أن يقطع نتنياهو بإجراءاته الممارسة على أرض الواقع وحتى بتصريحاته الطريق على فكرة حل الدولتين، وهذه التصريحات كانت واضحة منذ اليوم الأول، وهو من قال أنا الزعيم الإسرائيلي القادر على إفشال إقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية في العام 1967، وهو ما اشتبك فيه مع الإدارة الأمريكية، لأن الإدارة الأمريكية تحاول أن تتبع سياسة برغباتية لا تختلف في الأهداف ولكن على الطرق والأساليب. وفي الوقت نفسه يحاول نتنياهو أو يعتقد نتنياهو أن هذه الفرصة الحالية هي الفرصة المواتية لتنفيذ مخططاته الديموغرافية، للتغيير الديموغرافي في قطاع غزة والتغيير الجغرافي، وهذا من خلال فكرة التهجير. حتى فكرة الميناء هي لربما تكون سلاح ذو حدين، سلاح لربما يكون لإدخال المساعدات وفي الوقت نفسه لخلق بيئة طاردة للسكان كي يكون سلاح تهجير يسمى ما بين مزدوجين أو يعلن عنه في حينه على أنه تهجير طوعي، وهو ليس كذلك بأي حال من الأحوال، لأن لا يمكن لك أن يخلق من حولك بيئة طاردة، لا مساعدات، لا ماء، لا كهرباء، لا علاج، وتقول أنا سأصمد إلى هنا إلى نهاية المطاف. لا يمكن لأي بشر طبيعي أن يصمد إلى نهاية المطاف، الغريزة الإنسانية ستبحث عن النجاة، وهو ما يلعب عليه نتنياهو ويحاول أن يدفع إليه جميع الأطراف، تحديدا بعد الخلاف والصدام ما بينه وبين الإدارة المصرية والإدارة الأردنية، هاتين الدولتان يعني وموقفهما المعلن والواضح والصريح والقوي في قضية رفضهما لموضوعة التهجير بشكل واضح وصريح. هو يحاول أن يلتف حول هذه المواقف من خلال خلق بدائل قد تكون بحرية كما هو الميناء، ويصبح التهجير إلى اليونان ومن ثم إلى أي مكان آخر حول العالم بهذه الطريقة، والتي تدعمها في حقيقة الأمر السياسة الأمريكية ولكن بطرق خبيثة
وملتوية وخادعة من خلال حديثها المستمر عن المساعدات وعن وقف إطلاق النار وعن صفقة وتبادل إطلاق نار والتعمية عن أصول وأساس الأهداف الإسرائيلية التي يحاول نتنياهو الوصول لها، لأنه لا يمكن أن يقبل العقل البشري السوي بأن الإدارة الأمريكية وهي زعيمة العالم لا تستطيع وقف هذه الحرب. لا يمكن أن نصدق أنها لا تستطيع التأثير على حكومة نتنياهو، والسلاح الإسرائيلي هو سلاح أمريكي. لا يمكن أن نصدق ذلك، وهم من استخدموا حق الفيتو لأربع مرات ضد أربع مشاريع لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن. لا يمكن أن نصدقها، وهي من قدمت، نعم قدمت مشروع أمريكي لمجلس الأمن، ولكنه مشروع يدين المقاومة ويساوي الضحية بالجلاد. ولهذا قوبل هذا المشروع أيضا بالفيتو من روسيا والصين. نعم. الذي حل أشكرك جزيل الشكر. نعم. ضيفنا من رام الله الأستاذ أحمد زكرنا، الكاتب والباحث السياسي، وبتأكيد الحديث موصول معك دائما، شكرا جزيلا لك. من جانبها أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتها بعدم السماح للقوافل الغذائية بالوصول إلى شمالي القطاع. وحذر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني من تسارع الوقت نحو مجاعة تؤدي لوفاة كثيرين، فيما طالب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بضرورة التراجع عن هذا القرار بشكل عاجل. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قرار الاحتلال منع الأونروا من العمل في شمال قطاع غزة هو بمثابة تعميق للمجاعة وتصفية لحقوق اللاجئين. لم تكتفي إسرائيل بكل جرائم القتل والدمار التي تقوم بها منذ نحو ستة أشهر، بل مارست كل أشكال الحصار وحالت دون وصول المساعدات، ما زاد من الوضع سوءاً في قطاع غزة. ولتسريع حدوث مجاعة منعت مرور القوافل الغذائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ناحية الشمال. فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا وصف قرار الاحتلال الإسرائيلي بالمشين والمعرقل بشكل متعمد إنقاذ حياة أهالي القطاع من المجاعة التي تضربه منذ شهور، كما حذر من تسارع الوقت نحو مجاعة تؤدي لاستشهاد كثيرين جوعاً وعطشاً أو نتيجة للبرد القارس. أونروا الوكالة التي يقع على عاتقها إيصال المساعدات للقطاع منذ عشرات السنين، استهدف الاحتلال تشويه صورتها بشكل متعمد خلال العدوان الحالي. الخارجية الفلسطينية من جانبها أكدت أن القرار يساهم في تعميق المجاعة وتصفية حقوق اللاجئين، معتبرة القرار خطيراً، كما طالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتوقف بجدية أمام القرار الإسرائيلي حماية لحياة ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على الوكالة في الحصول على الغذاء والدواء والماء وحتى خيام النزوح. بدورها اعتبرت منظمة الصحة العالمية القرار كمن يحرم من يتضور جوعاً من حق الحياة، وأكدت على لسان مديرها تيدروس أدهانوم على ضرورة التراجع عن هذا القرار بشكل عاجل بسبب ما يعانيه القطاع من مستويات جوع حادة، مع بذل جهد أكبر في إيصال المساعدات بشكل عاجل. هذا وقد استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف طيران الاحتلال عدة منازل في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال مناطق سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. للمزيد ينضم إلينا من غزة الأستاذ أحمد الأغا الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد أهلا بك. الآن هناك حركة آليات ثقيلة في غرب مدينة خان يونس مع إطلاق نار متقطع وقنابل إنارة، إذن العدوان مستمر بأشكال مختلفة وتستخدم فيه كل الأسلحة من برية وجوية. هناك الآن
ربما تهديدات جوية في بعض المناطق فوق غزة. نعم، صباح الخير لك لجميع السادة المشاهدين. نعم، نبدأ من هنا من محافظة رفح، حيث استهدفت الطائرات منذ ساعة من الآن منزل يعود لعائلة بارغوم، وتم وصول بعض الشهداء، 3 شهداء والعديد من الإصابات إلى مستشفى أبو يوسف النجار، ليرتفع بذلك عدد المنازل المستهدفة في محافظة رفح إلى 6 منازل منذ صباح أمس الأحد حتى هذه اللحظة، وبحصيلة تقدر ب30 شهيد وأكثر من 40 مصابا من مستشفيات محافظة رفح. محافظة خان يونس تشهد استهدافات عنيفة وقوية منذ ليلة أمس بعد تقدم الآليات إلى محاور التوغل ووصولها إلى محيط مجمع ناصر الطبي ووصولها إلى مستشفى الأمل الذي يتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومحاصرته، وأيضا ارتقاء عدد من الشهداء داخل مستشفى الأمل، وأيضا يتم حصاره حصارا مسبقا، ويوجد بداخله العديد من المرضى والكادر الطبي الذي يتبع للمستشفى وبعض النازحين هناك في حالة مأساوية وصعبة جدا. يتم استهداف من قبل القناصة كل من يتواجد أو يراه القناص في داخل المستشفى، إضافة إلى ذلك إلى بعض الغارات من قبل الطائرات وإطلاق المدفعيات لنيران رشاشاتها وأيضا لقذائفها المدفعية بمنطقة وسط المدينة والمناطق الغربية لمحافظة خان يونس، وأيضا استهداف ونسف بعض الأحياء السكنية هناك. جميع محافظات قطاع غزة أيضا تستهدف، وكانت قبل ساعة من الآن استهداف منزل يعود لعائلة سلمان في منطقة دير البلح، وارتفاع عدد الشهداء إلى 10 قتلى وتقريبا بما يقارب 15 إصابة، جلهم من النازحين الذين يتواجدون هناك، إضافة إلى قصف مكثف في الشاطئ ومنطقة الزيتون إلى الغرب من مدينة غزة، نتج عن ذلك العديد من الإصابات. وأيضا شرق بيت حنون وجباليا في شمال القطاع أيضا يستهدفان الآن أستاذ أحمد، ولعل إعاقة عمل الأونروا في شمال غزة يزيد الأوضاع سوءا بالإضافة إلى سوءها في مناطق الجنوب. بالضبط، كانت القوات الإسرائيلية قد أعلنت بأنها ستمنع من ممارسة الأونروا بدورها في مناطق غزة وشمال غزة، ومنع وصول المساعدات إلى هناك عن طريق الأونروا. هذا طبعا يحدث إضافة إلى حرب الدمار، حرب القتل، وحرب الاستهدافات القوية، إضافة إلى سلاح الجوع الذي يعاني منه سكان ومن ما تبقى من سكان محافظة غزة ومحافظات شمال غزة في وضع مأساوي لم يسبق له مثيل في أي حال من الأحوال، في حتى في فيما كان عليه سابقا في الحروب السابقة حتى منذ عام 1948. إذن هي أوضاع مأساوية، أوضاع لا يمكن أن توصف بدقة جراء هذه الحرب التي يعاني منها جل الشعب الفلسطيني منذ 6 أشهر، ما يزيد عن 6 أشهر منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة. هي أوضاع جدا لا تضاهى ولا توصف بكلمة ولا توصف بجمل. هذه الحرب حرب الإبادة، حرب التجويع، حرب الاستهدافات لكل شيء على هذه الأرض. أستاذ أحمد، حين تأتي مسؤولة كبيرة كوزيرة الخارجية الألمانية إلى تل أبيب وتطالب بفتح مزيد من المعابر، تطالب بإدخال مزيد من المعونات الغذائية لأهالي غزة، هل تعتقد أن هذه الدعوة ستلقى قبولا في تل أبيب؟ لربما هذه الدعوة تكون هي عبارة عن جس نبض للقادة في تل أبيب وللمسؤولين الإسرائيليين، ونحن نعرف بأن كل الغرب الآن وحتى أمريكا وحتى عندما نلاحظ التصريحات هي عبارة عن تصريحات لا تجسد ولا تمثل على أرض الواقع، هي عبارة عن تصريحات لربما لجس النبض، لربما هي قاعة إعلامية كما يعرف في عالم الصحافة والإعلام، ولربما هي بالونة اختبار
لمثل تلك الأشياء التي تحدث. ولو أراد تل أبيب والمسؤولين أن يستمعوا لما قيل في السابق، يجب دخول المساعدات، يجب مساعدة الناس، يجب زيادة المساعدات، يجب إنقاذ أطفال غزة ومن تبقى من غزة في جراء هذه المجاعة وجراء هذا القصف الذي يستهدف كل شيء. لربما هي جس نبض، لربما هي فقاعه اعلاميه، لربما هي استهلاك اعلامي لمزيد من التعاطف مع العرب والمسلمين وحتى الفلسطينيين. استاذ احمد، الوفد الاسرائيلي المفاوض الان في قطر يقول ان اسرائيل ربما وافقت او هي مستعده للافراج عن حوالي 700 اسير فلسطيني مقابل الافراج عن نحو 40 محتجز اسرائيلي. هل تعتقد ان الموقف الاسرائيلي الان هو موجه لتهدئه الداخل الاسرائيلي فقط؟ هل هي تعتقدها جاده هذه المره في الذهاب الى مفاوضات قد تفضي الى وقف اطلاق النار؟ لربما هو هذا للمماطلة أيضا، لربما نحن نرى أن هناك العديد من الشروط الغير موافقة عليها، مثل عودة النازحين إلى شمال القطاع، عدم انسحاب القوات المتواجدة في أماكن التوغل، عدم إنهاء الحرب. لربما هي شد وجد من قبل الإسرائيليين ليقولوا بأننا هنا نحن موافقون على زيادة عدد الأسرى. هو ليس زيادة عدد الأسرى، الكل يعلم بأن الشعب الفلسطيني هو يريد إنهاء هذه الحرب عاجلا والآن والآن فورا وليس بعد دقيقة وليس بعد ساعة. ربما هي مماطلة أو لرمي الكرة داخل ملعب حركة حماس بأنهم ليوجهوا عليهم اللوم من قبل المجتمع الدولي وحتى من قبل الفلسطينيين، نحن موافقين على الصفقة، نحن موافقين على زيادة أعداد الأسرى، لكن حركة حماس بالتأكيد سترفض ذلك لأنها هي تريد أيضا إنهاء الحرب في الوقت الحالي. أستاذ أحمد، كيف ترصد الآن عمليات التغيير الديموغرافي في غزة؟ يعني حسب المعلن هناك طريق يقسم غزة من شمالها إلى جنوبها، وهناك عمليات تغيير ديموغرافي تجريها إسرائيل الآن أو تخطط لها، كيف ترصد هذه الحالات؟ قطاع غزة هو أيضا تغير بالكامل جغرافيا وديموغرافيا بسبب الدمار الكبير، عدم صلاحيته للعيش. نتحدث عن خان يونس، 80% من منازلها مدمرة تماما، أيضا مناطق الشمال ومناطق غزة ووسط غزة. بالإضافة إلى الخط الفاصل الذي يفصل جنوب القطاع عن شماله التي قامت به القوات الإسرائيلية قبل أسابيع لفصل غزة ولفصل شماله عن جنوبه. أعتقد هو مخطط له، ولربما هو هذا التخطيط بأن يكون هناك أيضا المزيد من الحرب والمزيد من بقاء القوات الإسرائيلية وجيش الاحتلال في قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من غزة الأستاذ أحمد الأغا الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. ننهي إذن مشاهدين الكرام هذه النافذة من التغطية الإخبارية المستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية. دمتم بخير، وهذه تحياتي أحمد بشدو، إلى اللقاء.